يا مساء الفل والهنا والجمال على كل مشاهدين البي والهانم، ويا مساء الفل والجمال والهنا على زميلي ممدوح. ازيك يا ممدوح؟ مساء النور يا نورين. الحمد لله انا زي الفل، كله جميل. أوه. وربنا ما يجعل في مشاكل النهارده في حلقه النهارده. منورين حضراتكم يا رب تكونوا مبسوطين معانا. بصوا يا جماعه، انا عشان لما قريت السكريبت فعرفت اللي هيبقى فيه خلافات كتير قوي النهارده، وان شاء الله ان شاء الله يعني ما توديناش للحبس، لان احنا بنتكلم في قضيه حبس. انت شايف ايه في الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده؟ شايف ان الست لما بتدفع فلوس مع الراجل، يعني الست دفعت فلوس مع الراجل، واحنا دلوقتي بنقول ان الستات بتشتغل، بدل ما هي بتشتغل زيها زيه يبقى تدفع زي معايا على الاقل، صح؟ عاجبني عقلك قوي. الراجل ما يمديش على قايمه. ايه رايك في موضوع القايمه ده؟ بص، هو القايمه اللي انا عارفه اللي هو بالاتفاق، يعني اتفقنا مع بعض نمضي القايمه. طب ما اتفقناش مع بعض هتمشي على الشارع، عندك بقى حاجات 1 2 3 4 تعملهم. طيب لما بنوصل لمرحله القايمه فبيجي يحصل مغالاه فيها، ولما يحصل فركش الراجل بيروح يتحبس. طب ليه بتوقع في وجهه نظرك ان بيحصل مغالاه؟ يعني ليه انا اكون دافعه 100,000 جنيه واقول لك امضي على 1,000,000 جنيه؟ ما انا بقى مش فاهمه، يعني ليه فعلا احنا بنكون جايبين حاجات مثلا ب 100,000 جنيه ولا انت هتمضي على ذهب وهتمضي على حاجات بنص مليون جنيه ولا بمليون جنيه؟ عشان نضمن مثلا ان الراجل ما يغدرش ويطلق مثلاً، ولا عشان الدنيا بتغلى؟ ما هو اللي هيبيع كله. صح، يعني هو هيفكر في فلوس، انا هبيع الحياه الحلوه وهبيع عيالي وهبيع بيتي، ولا علشان الست برضه الست تستحق يعني. دي بقى اللي بنتكلم فيها النهارده. تعالى لي، احنا بنتكلم النهارده عن موضوع القايمه. طلعت حمله جديده اسمها معن ضد القايمه. في شباب بتقول احنا مش عايزين يبقى في قايمه، في شاب مخصوص للكلام ده، وفي ناس كتير قوي معارضه للموضوع. في ناس تقول لك جوازات اتفركشت ورجاله اتحبست، وفي ستات تقول لك لا والله ده هو ده اللي مخلي الراجل ماشي على العجين ما يلخبطوش. معن او ضد، ده اللي هنشوفه النهارده، وان شاء الله ما يبقاش في خلاف. انا هو الحقيقه عايز اقول لكم على حاجه، كان كمان يعني انا بصراحه معارضه ان من الحمله دي، والحمله دي مش جديده ممدوح، مش اول مره يحصل حمله بالطريقه ديت. وشايفه كمان ان هي ليه الرجاله قرروا ان يكونوا يعملوا حملات على اساس يعني ان هم الجزء الضعيف؟ والله بقيتوا محتاجين دلوقتي حملات، مهدور حقنا ومحتاجين حد يتكلم عننا. احنا تعبانين يا جدعان، الحقونا. بتيجي نطلع فاصل ونجيب الناس؟ ممدوح هيطلع فاصل. يلا احنا رجاله محترمين وما بنعملش دوشه. فاصل وارجع لكم، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده زي ما كنا بنتكلم انا وممدوح قبل الفاصل، ان الرجاله قررت انها تعمل مبادره ضد الستات، بتقول معا ضد القايمه. ليه الرجاله قرروا ان هم يعملوا مبادرات؟ ده اللي هنعرفه النهارده. بس الاول نرحب بضيوفنا الموجودين معانا النهارده، ومشرفنا مشرفني طبعا الاستاذ مصطفى جمال، مؤسس حمله معا ضد القايمه. اهلا بحضرتك. وطبعا مشرفنا الاستاذه دينا خليل المحاميه، اهلا بيكي. اهلا بيكم. طيب يعني ممدوح بقى، نورين شايفانا ضعاف واللي احنا مش عارفين ناخد حقنا يعني، فاحنا بقينا دول ضد القايمه. فقبل ما نروح لحضرتك استاذه دينا، انا بس هروح اسال الاستاذ مصطفى اللي هو صاحب الفكره بتاعت حمله ضد القايمه. هو طبعا في كتير قوي من الرجاله بيتفرجوا علينا دلوقتي مبسوطين منك طبعا. والواحد مبسوط ان الواحد بيفكر بره الصندوق. تمام مصطفى، ليه عمل المبادره دي؟ اتلسعت من حاجه مصطفى ولا تمام؟ طيب هو مبدئيا ما اتلسعتش من اي حاجه، عشان دي اشاعات طالعه الفتره اللي فاتت. انت واحده عملت فيك وواحده سوت فيك، الموضوع بسيط جدا. انا ما كانش اهتماماتي غير ان انا اركز في شغلي وانجح. حلو. فلما بدا فكري يروح لان انا عايز اتجوز، فسمعت بقى الناس بتقول ده لازم قايمه والكلام، الكلام ده بقى له كذا سنه. لقيت ان الموضوع مش حلو في حق الراجل خالص. تمام. ان في طرف دايما هو الوحش والمشكوك فيه والسيء، والطرف الثاني هو الملاك الطاهر. معنى ده مش عدل ربنا. يعني ربنا قال هيحاسب الاثنين، ولا ربنا قال هيحاسب الراجل والست هتخش الجنه على طول؟ لا تمام، الاثنين في جنه. تمام. ونار، وفي احاديث كتير جدا بتتكلم على مين الجنه ومين النار. لما انت تحط الراجل في خانه الراجل الشرير السيء الوحش اللي لازم يمضي ضمانات على مستقبله حرفيا عشان يتجوز، انا شفت الامر ده مش مقبول، وبدات ابحث فيه بشكل قوي جدا. وكراجل عندي جيم وعندي متابعين وناس كتير بتسمعني، الفئه العمريه بتاعت الشباب اللي داخله على الجواز، انا بدات ابحث في الموضوع، لقيت انه دي حاجه غلط. ان انت شايف نفسك اقل من غيرك دي حاجه غلط. ان انت تقعد مع ابو العروسه يقعد يقلل منك وانت تمضي لي وتمضي لي وتمضي لي، انا شايف كده ان انت كشاب قابل على نفسك حاجه مش صح. العدل اهم من اي حاجه.
ما ينفعش تظلم طرف على حساب طرف تحت اي ظرف. العدل اهم من اي حاجه، حاجه حلوه جدا. تعالى نقعد نمسك الحته دي ونتفق فيها. انت ايه اللي مضايقك ان ست صرفت دخلت معاك ودفعت فلوس واب خايف؟ يعني هي دفعت في العفش صح ولا لا وبتضمن حقها، والاب عايز يضمن حق بنته لانها عنصر اضعف. ايه اللي مضايقك في حاجه زي كده؟ ومع اني على فكره موضوع الايمن انت قلت كمان جمله ما اعرفش انا فاهمها صح ولا لا، قلت لي سمعتها من كام سنه وهي ده عرف من سنين السنين. تمام، حضرتك عارفه العرف ده بدا ازاي؟ لا انا مش عارفه العرف ده ابتدى ازاي، بس مش هو ده بدا 1160. بس اللي انا اعرفه ان اول، يعني احنا عشنا 1160 سنه بعد الميلاد بدون ايمن. ايوه بس يعني احنا يعني الموضوع مش بدايه الاسلام. ايوه عشان الضمائر اتغيرت. حلو جدا ماشي. زمان ما كانش فيه توثيق، ما كانش فيه الكلام ده خالص. لما الدنيا بتتغير والضمائر بتتغير والناس بقت صعبه ومش حلوه والراجل بيبقى عايز يضمن حق بنته. بس ضمائر الرجاله بس اتغيرت ولا الاثنين؟ يا سيدي احنا بنتكلم دلوقتي ان يعني دايما بس لحضرتك بس سؤال ومكملين. يعني ضمائر الاثنين اتغيروا. تمام اوكي خلينا نكمل. ماشي، فانا ايه المشكله ان انت لما ست تدفع حاجه انت تديها لها؟ مش انت شايف نفسك انك تمام؟ ايه المشكله؟ طيب. على فكره المبادره اللي انت عاملها دي مش انت اول حد تعملها. تمام، اتعملت اكتر من مره وما خدتش. بس يمكن عشان انا قريب بقى من الشباب ومش بدعي لحد على حد حاجه وماليش اي انتفاع مادي خالص من الموضوع، يمكن الناس عملتها الانتفاعات، انا عملتها عشان قريب من الشباب. او عايز تتشهر؟ كله بيقول كده. طيب ما شوفي اخباري، اكتبي اسمي في جوجل قبل الايم، شوفي انا معروف في السوشيال ميديا ومعروف ومصور في قنوات وصحف كتير جدا واسمي معروف قبل ده. تمام، خلينا بس نتجه لواحده واحده قبل ما ارد على حضرتك في هي جايبه وهي مش جايبه. انا عايز بس اسال سؤال بسيط جدا مش هياخد ثانيه. المراه العربيه المسلمه هل في دول عربيه شان المراه عندها اوطى مثلا من المصريه او المصريه اعلى، ولا كل المسلمين كلهم العرب كلهم سواسيه؟ كله سواسيه صح كده كده باي دين، هو كلها سواسية. كلنا سواسيه، مفيش، ما ينفعش في يوم من الايام تيجي المصريه تقول للسوريه انا احسن. لا ولا العكس. تمام كده اكيد طبعا. طيب انا معلش سؤال تاني، مع اختلافات الاماكن والزيجه، لان احنا الجواز احنا بنتكلم على الشأن والكرامه في سوريا. لا بس صح بالظبط، يعني مثلا على سبيل المثال في سوريا ليها طريقه في الجواز. ده حقيقه. انا حلو قوي، احنا هاجي بقى لحضرتك في النقطه دي. بص يا مصطفى، الفكره حلوه وبره الصندوق، ما عنديش اي مشكله. وفي ناس كتير هتوافق وفي ناس كتير هتبقى ضد. انا دلوقتي المسجات اللي جات لك على الصفحه عندك من رجاله كتير قالت لك احنا فركشنا الجواز عشان موضوع القايمه، هل ده فعلا حصل؟ في ناس كتيره وقفت وقالت لا خلاص طبعاً مش هنتجوز. وعندي ناس في الجيم شغاله في فريق العمل عندي، وعندي ناس شغالين بيتمرنوا معايا وشباب، انا بتعامل مع شريحه كبيره من الشباب بيكلموني، بس انا مش هطلع تفاصيل الحكايات اللي بيتكلموا فيها. دي ايمان بتبقى مبالغ فيها بارقام مبالغ فيها. لا انا خليني بس اوصل مع حضرتك في واحده واحده عشان نوصل ان احنا اتفقنا دلوقتي ان المراه العربيه كلها ليها حقوق، بس كل بلد ليها طريقه في الزواج. يا استاذ فاضل انا ثانيه، لا انا عايز اقول لك بس عشان انت الناس اللي بتشوفنا برضو تبقى معانا. في ناس مش عارفه وفي ناس عارفه. في السودان مثلا الراجل بيجيب كل العفش زائد وزائد ذهب. حلو. في سوريا الست ما بتجيبش كل حاجه. اقول لك على معلومه كمان، ما بتجيبش معلقه بتاع هدومها، ما بتجيبش معلقه، حماتها هي اللي بتجيبها. انا بجاوب، انا مش مختلف على فكره. طب اديني فرصه اسال السؤال. اديني فرصه اسال السؤال. احنا جايين هنا نسال، ما انا عايز، ما انا هجاوبك على النقطه بتاعت السوريه والسودان. هو كلامي جاي للنقطه بتاعت حضرتك دي. طيب احنا المجتمعات كلها الاسلاميه والعرب والاجانب في طبقات ولا كله نفس الطبقه؟ يعني في غني وفقير ومتوسط ولا لا؟ يعني ولا تقدر تقول مثلا على سوريا كلها اغنياء؟ لا طبعا في طبقات زي عندنا هنا. ده طبقات حاجه كلنا مؤمنين بيها. في حد حضرتك شك في حاجه زي كده؟ طيب ممكن تديني حضرتك سيناريو دلوقتي للراجل المتوسط اللي معهوش فلوس يجيب ذهب ويعمل الكلام ده، بيتجوز ازاي في سوريا وفي السودان؟ طب ايه رايك يعني بص الراجل ده معلش هيتجوز في النقطه دي. الراجل ده هيتجوز على قده. انا عايزه نوصل هيتجوز على انا وممدوح عشان أيوة وقت الفقر صدقني. زي ما حضرتك قلتي هيتجوز، عايزين نوصل لوجهه نظرك الحقيقيه. هي دي اللي حضرتك قلتيها، هو عايز يبقى الموضوع سواسيه. ده هي دي وجهه نظري، ان الراجل اللي في المجتمعات دي هيتجوز على قده. ليه حضرتك المصريه طالبه من الراجل كرامته في ورقه عشان خاطر هي شايفه نفسها لازم تمضي؟ طب ما انت لسه حضرتك قايله السوريه هتتجوز على قدر استطاعه الراجل. وده اللي بيحصل. وفي عندي على الصفحه زي ما حضرتك شفت تعليقات، هتلاقي تعليقات بنات كتير جدا مصطفى. مش مصريين، ثواني بس انا مش عايز اقطعك، متعلقين بس. معلقين ان احنا عندنا الامر أنا ميسر. انا اعترضت، انا قلت لك انا معترض. الامر ميسر في الدول الاخرى، الفقير بيتجوز والطبقه المتوسطه بيتجوز وكله بيتجوز، ما حدش بيطلب من واحد. طب اقول لك حاجه بقى، اقول لك حاجه، انت دلوقتي اتجوزت يا مصطفى،
هتمشوها نص بالنص ولا هتمشيها انت؟ لا انا اتجوز انا لسه ما سالتش، هتجاوب قبل ما اسال؟ ماشي اتفضل. هتمشوها نص بالنص يعني كل واحد جاب حاجه هنكتبها فالحاجات بتاعتك تلزمك وحاجاتي تلزمني، ولا هتمشيها انا هدفع لك مهر وهعمل كل البيت فما تكلمنيش في قايمه، ولا هتمشيها ايه؟ عشان عرف اللي احنا عارفينه ان بتدفع مهر وبتشيل البيت، هي بتيجي بشنطه تدومها، ده اللي احنا عارفينه. تمام. موضوع القايمه ده الشرع، مش مجرد عارفينه، ده الشرع. انا فاهم، ده اللي احنا مبني عليه الموضوع. تمام. لكن موضوع القايمه هي فرقت مع الحاله الاجتماعيه بتاعتنا. تمام. انت بقى كمصطفى قدامي دلوقتي بيتفرج علينا الملايين من الناس، هتجهز كل حاجه وهتدفع مهر وهتاخدها بشنطه تدومها، ولا هتبقى نص بالنص؟ عرفني. طيب ما انا زي ما قلت لحضرتك. لا جاوب. ما انا هجاوب والله. ايوه مش هجاوب. هو انا قبل ما انطق. طب فرصه انطق. اتفضل. طيب احنا عندنا الموضوع مقسوم اتنين، شرع ربنا الاول الاساس. تمام. اللي ما ينفعش حضرتك حد فينا يتكلم فيه، جهز بيتك ادفع مهر، ده الشرع وتتجوز. انت بقى هتعمل ده اللي كل الدول ماشيه بيه، وهعمل اللي لسه الاستاذه قايله عليه. ايوه. اللي بيتعمل في سوريا، اللي بيتعمل في السودان، ان كل راجل بيتجوز على قدره، ما بيجولوش يقولوا له تعالى يعني انت هتتجوز، يعني انت هتجيب كل حاجه. علشان كده انت مش عايز تنجي، انت هتجيب كل حاجه، كل واحد المهر وتجيب كل حاجه. ايه بقى جاي منين ان احنا نوصله ان احنا لازم احنا نجيب كل حاجه؟ انا عايز اوصل بس للمشاهد اللي احنا بنوصله، تجيب كل حاجه. انت مش عايز قايمه بس الراجل يتكفل بالجوازه كلها بقدر مستواه. بقدر مستواه، صح كده؟ عايز اكمل على كلامك بقى دلوقتي. انا دلوقتي زوجه ومعايا فلوس وهكمل معاك الفلوس، خلاص. ممكن بقى اللي انا هدفعه ده حضرتك تضمنه لي ولا ما هقول هتاخده؟ حضرتك تدفعي حاجه، خلاص هو هيشيل الموضوع من والله من والله حضرتك والله لو تابعت استاذ انا معاك انا معاك استاذنك انت بس عشان الحق هات شاب واحد عالم قانوني قول له كده هيقول لك انا ما بحبش الصوت العالي بس استنى هو قال لي عليه صوت نقطه نظام في البرنامج عشان نعرف نوصل مع بعض. ايه في الكلام؟ انا طبعا في بعض الحملات من اجل الشو من مش اكتر. لما بنرجع لأي حاجة بنرجع للشرع، الشرع بيقول إيه؟ الشرع إن الزوجة ليها مهر، دي من شروط إتمام الزواج، إن هي يبقى ليها مهر مبلغ من المال أو منقول أو أي شيء، تمام؟ ارتضت تاخد المهر ده كزوجة، تمام؟ مقبلة على الزواج بتاخد المهر وباتفاق ما بين الطرفين، هي مش مطلوب منها تجيب أي حاجة في البيت. احنا بنتجوز على مذهب الامام ابي حنيفه. مذهب الامام ابي حنيفه قال ان الزوجه مش مكلفه ان هي تجيب اي حاجه في منزل الزوجيه او تجيب حتى معلقه، تمام. الفكره ان لما حصل وصلنا لمرحله ان في اعباء على الزوج الشاب اللي مقبل على الزواج وجاي يطلب بنت للجواز، بيقول اول ما بيتكلم بيقول ان انا عندي تكاليف، انا لسه هشتري شقه او هاجر شقه وانا ما عنديش استعداد ان انا اجهز البيت كله، فلو سمحت جهزوا معايا، تمام. ده العرف اللي متعارف عليه باكتر من 800 سنه. 800 سنه لو اجدادنا كانوا بيكتبوا قايمه منقولات، هل ذلك ان انا بظلم الراجل وعايزه انقص من كرامته ولا الكلام ده؟ لا، انا بحافظ على حقوق الست دي. ممكن يعني اسالك حاجه؟ اتفضل. لو الراجل جاي هيجهز كل حاجه زي ما قال مصطفى، تمام، وهيجيب كل حاجه، بيقولوا له كل حاجه، يمدي ليه بقى؟ لان هم برضو بيجبروا ان الراجل لا امدي. لا مفيش اجبار على الكلام. لا لا. الكلام ده مش حقيقي. لا لا لا. لا هقول لحضرتك على حاجه. انا بقى يا عم انا برد. لا هقول لحضرتك على حاجه. حضرتك قلت جملتين. تمام. قلت اول حاجه في ناس بتعمل ده شو للبنات. حضرتك شايفه الاستاذ مصطفى بيعمل شو؟ بالظبط كده. شايفه ده شو؟ انا شايفه شو. لان احنا بنتكلم. لا انا ما بتكلمش عن الشرع. لا شرع ربنا. مفيش راي علماء الازهر جميعا ما حرموش القايمه. يبقى انا بتكلم في القايمه او سند السند بتستخدمه بشكل غلط. انا عايز اتكلم مع شخص هو بقى غلط. لا انا ما قاطعتكش خالص مبدئيا عشان اوصل لوجهه نظري. شوف انا بقول لك شرع ربنا مش شو. اختلاف في الراي يا جماعه. انا ما عنديش مؤيد واحد بيقول خلي واحده ست تفرش لي بيتي. احنا ما اتكلمناش زي ما قلت. انا بتكلم في جزئيه. انا مش عايزه اتكلم بس واحده عشان احنا دلوقتي على في مشاهد بيتفرج علينا، فهو مش ذنبه اللي احنا نسمع الدوشه دي. فزي ما حضرتك يا استاذ مصطفى خدت وقتك كله انك تتكلم براحتك وتشرح، بس ما حدش يقاطعني، بس عشان كل ما بنطق كلمه حد بيقاطعني. ما شاء الله، ده انت اتكلمت اكتر مننا يا راجل. ثانيه واحده، انت خليت ممدوح ممدوح اللي المفروض ان هو في صفك بيوقفك. فانت كده يعني مش راجل ولا قال صفي ولا مش صفي، عصبت الموضوع. طيب الراجل اتكلم. طب انا هكمل بس لو سمحت. اقول لحضرتك فاهمك احنا وقفنا فين ولا انت فاكره؟ فاكره؟ انا فاكره. انا بتكلم على جزئيه ان انا لو في زوج وده مش موجود اصلا، تمام، ان هو هيجي يخبط على اي اسره يقول لهم انا عايز بنتكم بشنطه هدومها وهدفع لها المهر الكذا، تمام، ومش هكتب قايمه، محدش هيرفض المبدا ده لسبب اقول لحضرتك ايه. الاف الغارمات
في السجون بسبب تجهيز بناتهم اللي هي ده الزوج بيدخل تمام يبقى عايز الفرش شكله كذا بيدفع مهر اقل بكتير قوي من الاسره بتعد بناتها وتجهزهم تمام وفي الاخر بيجي وهو بيدفع المهر ده عارف ان هو بيدفع اضعافه لتجهيز والتاسيس منزل الزوجيه. بس يا استاذه دينا في الاف الرجاله قاعدين دلوقتي في السجون بسبب العفش. لا مفيش. بص اقول لحضرتك على حاجه ما يا فندم هو مفضل. الفكره انا كتبت قايمه القايمه دي دين حلو. انا وقت ما اطلب من حضرتك الدين ايه المانع اللي انت ترد لي الدين بتاعك؟ حضرتك شايفه ليه بعض الرجاله معترضين على القايمه؟ هم عايزين مثلا الست تشارك في الفلوس هي عايزه احنا بناخد امثله من الدول العربيه يقول لك زي المراه السودانيه والمراه السوريه ومفيش بمعنى اصح حد بره مصر يعني في الدول الاخرى بيشارك اصلا في جهاز. الست بتروح بشنطه هدومها عشان كده معززه مكرمه. عايزين نعرف مش احنا هنا ازاي في الطبقه المتوسطه ممكن حضرتك انا بتقاطع على فكره مش عارفه اكمل وجهه نظري. الطبقه المتوسطه بتتجوز ازاي؟ ماشي انا عايزين بس شرح يا فندم. انا بتكلم من وقائع. عايزك تنفعلي بس يا استاذه دينا احنا بنوجد لحلول. ما هي يا فندم انا مش بتكلم في حاجه تشوفونا احنا بنتخانق. مش بنتخانق خالص. انا بتكلم ان احنا ما ينفعش نصدر تمام الراجل دايما مسكين ومغلوب على امره ولا الكلام ده كله. الكلام ده مش حقيقي. ده عقد زواج يعني اتفاق طرفين ايجاب وقبول في شروط ما بين الطرفين انت موافق عليها كعريس. حلو. تمام اهلا بيك. قلبا وقالبا. مش موافق خلاص ما حدش جبرك ان انت تمضي قايمه. لحظه واحده بس دلوقتي في رجاله كتير موجودين ومحبوسين بسبب تبديد المنقولات. تمام. الست خدت عفشها وتروح عامله له محضر وتبديد منقولات وبيروح هو بيقول والله العظيم هي اللي خدت الحاجه كل يوم. محدش طيب بيصدق. ده مشهد بقى متصدر. ده مشهد متصدر. حضرتك دلوقتي لو انا يا فندم هقول لحضرتك ما انا هقول لحضرتك انت حضرتك بتقول لي واقعه تمام. الواقعه دي انا نقلت عفش البيت زي ما حضرتك بتقول كده ورحت تجنيت على الزوج وقلت ده خد العفش وبدد منقولاتي. يا فندم مفيش مكان في اي مكان دلوقتي فيش كاميرات؟ لا في ما كاميرات في محضر اثبات حاله ان الزوجه خدت المنقولات في شهور معاها. لا لا مش كومباوند ده في الشوارع دلوقتي في المحلات. ليه حطينا نقول ان في اكيد ستات فيها حلو كويسين ووحشين رجاله فيها كويسين. لا انا بقول لك على الواقع اللي احنا فيه. فبنقول ان في بعض كده. بس انت ليه حضرتك مقرر انك تعمل حمله؟ هو مش الجواز ليه بادينها الاول بخناقه؟ هو مش اتفاق؟ طيب انا بس مش حضرتك عايزه انا ممكن اسال سؤال عشان حد تعرفه وبعد كده تجاوب عليه. لازم ارد على الاتقال ده الاول وبعد كده حضرتك اساليني. مش هجاوب السؤال قبل ما تتكلمي. لا حضرتك مش هتعلمنا ندير الحلقه ازاي؟ ثانيه واحده بس. اصل حد اتهمني. لا 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 خالص احنا هندير الحلقه حضرتك هتخلي حد يتهمني وما ردش؟ ايه لا معلش جاوب على كل حاجه. لا طبعا انا حد ده الموضوع. هي قالت رايها مش اتهامها زي ما حضرتك. هي اتهمتني دلوقتي بس استاذ ممدوح قال لها شو؟ قالت له شو؟ حضرتك دلوقتي اتهمت كل الستات. ممكن احنا نجاوبك؟ انا ما اتهمتش. انا عايز اجاوب على ده وهجاوب حضرتك. لا هو طبعا. هي قالت رايها ما اتهمتش. هي قالت لي بتاع شوف انا حق ماشي. ماشي. اديله حق الرد. ان انا ارد على قالت لي بتاع شوف. ممكن تسمعني؟ اتفضلي. ولا حضرتك النهارده جاي تتخانق؟ لا طبعا احنا جايين حضرتك تقول وجهه نظر. الشخص اللي ليه وجهه نظره صح صوته مش عالي صح. فحضرتك دلوقتي اتفضل اتكلم. والله في المخرج قال لي علي صوتك في المايك قبل ما نبدا. اتفضل اتفضل. انا مش انا اللي ماشي. اتفضل. طيب حضرتك قلت انا بتاع شو؟ انا الحمله بتاعتي موجوده زي ما حضرتك شفت كده. هات واحد شاب واحد يقول لك كابتن مصطفى بيقول ايه في الحمله هيقول لك يفرش بيته تمام. فلو شرع ربنا بالنسبه لبعض الناس شو فاحنا عندنا وصلنا لدرجه من عدم المعرفه بشرع الله لدرجه ان احنا شفنا ان شرع الله بقى شو. تخيل اقول لحضرتك صلي اطلع اقول لك صلي تقول لي ده شو؟ ما في ناس ما بتصليش. انا بس عايز بس انا عايز ثانيه واحده يا مصطفى. انا معاك جدا انا معاك جدا. الحته اللي انت بتقولها انا عجبني قوي موضوع اللي احنا بنعمل شرع ربنا قولا واحدا. وعرفت انا دلوقتي فهمت ما بين السطور اللي انت بتقول بلاش القايمه عشان بتعمل مشاكل ونعمل شرع ربنا صح. طيب دلوقتي الست اللي انفصلت دي تضمن حقها ازاي؟ خلينا بس مع بعض واحده واحده من غير انفعالات ولا حاجه. بس انا احنا طبعا بس سؤال تاني. انت جبت البيت وجبت العفش. ما قلناش الدول العربيه اللي هي لسه قايله عليهم بيتجوز ازاي الفقير. انا بقول ان الزوجه بتبقى معززه مكرمه مش مطلوب منها اي حاجه تدخل بشنطه هدومها وتاخد مهرها وتاخد مهرها تمام وبيجيب لها بالذهب بعدد جرامات معينه ماشي. في اغلب الدول العربيه زي الكويت والامارات والسعوديه ده اللي احنا عايزين نبقى زيه. يبقى عايزين نبقى زيه في كل حاجه. مش لما تيجي لاهل الزوجه تبقى بطالب بطلبات مهوله. تسمحي لي اجاوبه انا عشان انت ما جاوبتهوش. بيتجوزوا ازاي؟ انا اقول لك بيتجوزوا ازاي. بيبقى ما فيش متوسط والفقير متوسط بيتجوز على قد امكانياته وبيجيب كل حاجه وبيبقاش في قايمه عشان هو جاب كل حاجه.
بس خلاص كده احنا كده اتفقنا. بيطلبوا منه ثلاجه ب 100000 جنيه ما ينفعش ام 30؟ نعم. ولا عادي بيجيب لا انت ظروفك كده؟ لا خلاص اتجوز على قد ايه؟ تمام يعني مش حضرتك احنا متفقين كده؟ جدا احنا كده متفقين. يبقى اذا الدول العربيه كلها فقير متوسط بيتجوز في قدر استطاعته وبيفرش بيته قدر استطاعته ومحدش بيقول له لا لازم كذا وكذا. انت والله ظروف الراجل اهي عجبك حلو قوي. انا هسألك سؤال انت ليه مش عجبك قول له شكرا انت راجل غير اهل للزواج. انت ما فكرتش ليه تقول مثلا معا ضد المغالاه في الجواز مثلا؟ لان دايما ضد ليه الستات بتطلب اكتر من امكانيات الراجل اللي انت اشتريتي اللي انت اشتريتي ان انت تعيشي معاه؟ ما انت شارياه ده طريق القايمه. ده تمام معاك لكن ضد القايمه عارف مع كلمه ضد القايمه دي معناها ايه؟ يعني انا هتجوزك وادفع وانت تاخد الفلوس ما اضمنش حاجه. المشاهدين موجودين والناس عارفاني بالملايين. لو قالوا ان كلام حضرتك انا قلته انا شو قولوا اللي انتوا عايزينه. طيب انا عايز اعرف مين طيب. اللي مقبل على الجواز بيروح تمام يقول انا عايز بنتكم بشنطه هدومها في مصر في العرس الزائد كل الشباب اللي بتروح تتكلم يتقال له لا احنا هنجيب معاك مفيش الكلام ده. انا معاك وغير كده هتمضي العرف السائد من 800 سنه تمام عرف يهودي من 1160 بدا يقول يهود. مش هنختلف في التواريخ. ثانيه واحده يا جماعه انا هقول لكم انا هقول لكم هنا موجود في القاهره اول قايمه يهوديه البرنامج اعتبروني هو مش يهوديه هي زوجه يهوديه وزوج مصري حضرتك قلت زوجه مسلمه اللي طلبها الراجل. هطلع فاصل والله العظيم لو ما سمعتوني انا بقول لكم كمل الوقت يا جماعه فاصل والله كلام كله كلام كله مظبوط مع الاستاذه قالت كلامي صح وهنا برضو قالت ان العرف اليهودي والعجوز ما قلتش العرف اليهودي هكمل زوجة يهودية عرف مصري اما هكمل الواقع. دينا هانم صحصحنا يا جماعه صحصحنا انا وصلت معاك سؤال وانا ما خدتش اجابته اتفضل. لا انت اتجوزت وجهزت انفصلت تمام حقوقها ايه؟ حقوقها دي مش الشرع والقانون ضامنها؟ ايوه ايه اللي هو ايه؟ حقوقها لو هي هي دي الاستاذه محاميه عارفه ان المطلقه مصطفى. المطلقه هجاوب انا حاضر انت عامل ده طيب هجاوب وده عن ضد القايمه انا معاك جدا ما عنديش طيب. مشكله خالص طيب. اسمعني بس بالراحه كده هجاوب على سؤال حضرتك انا عايز بقى اجابه ليه طيب. انت انفصلت وفي عيال وفي بيت المطلقه هتعمل ايه؟ المطلقه ايوه في الشرع وفي القانون ايوه لو هي معهاش اطفال ليها نفقه متعه وتفضلي شكرا طالما هي مش فارشه حاجه في البيت يعني هتخرج بره البيت طالما هي طب مش فارشه حاجه في البيت والعيال ما احنا بنقول بقى لو مش مخلفه طب لو مخلفه احنا خلينا حاضنة. في الكيس الاولاني حاضنه حاضنه واحده واحده وانا هجاوبك على النقطتين حاضر اول نقطه ان حضرتك بتقول المتزوجه لو اتطلقت وهي لسه ما فيش اطفال هتاخد المؤخر الشرع والقانون قال لها لو ليكي مؤخر خديه ولو في مهر الناقص اللي هو المؤخر اللي هو الناقص من المهر يعني الراجل دفع المهر كله في الاول يبقى الموضوع خلص نفقه المتعه بتاعتك بالفتره اللي بيحددها القاضي ماشي. وشكرا على كده حلو. لو حضرتك بقى هو ماضي قايمه مفيش الكلام ده ولا الشرع هيتنفذ ولا القانون هيتنفذ هتخرب بيت الراجل وترميه على البلاط. طب انا اقول لك النقطه الثانيه بقى لو خلفت ايوه هل القانون المصري والشرع الاسلامي ناقص في الموضوع ده؟ ما هو ضامن لها النفقه بتاعت الاولاد غصب عنه وضامن لها اجر المسكن غصب عنه وفي نفس المستوى اللي هم عايشين فيه وجروبات السيدات تقعد تقول دخلي ولادك مدارس انترناشونال عشان يبقى مجبر عشان تطلع السيدات يبقى اذا هي مؤمنه بعد الطلاق ممكن لو بعد اذن احنا يعني عشان بس يعني انا دلوقتي احنا ده مش موضوعنا خاص عايزين ابقى في نفس الموضوع هو برد على الاستاذ سالني على المطلقه السؤال بتاعي ده اجابه ليه بيقول لي المطلقه فجاوبت ان المطلقه مع اطفال ليها حقوق القانون مش محتاج أي ما نهدد الراجل بيه. سؤالي هل الست لما بتكون متجوزاك 10 سنين ومعاها أولاد وبعد كده الأولاد رجعوا لك بعد العشر سنين من عمرها ده وما شاركتش في أي حاجة تطلع من غير ولا ملين؟ يعني ايه تدفع على هي هو لا. مشروع تجاري ولا جواز؟ ما انت انسانه ما عندهاش يعني ايه ولا مليم معلش ولا حاجه انسانه اتجوزتها طب انا هطلع انا ولا من غير ولا مليم ليه؟ طب ما انا خسرت حياتي معاها 10 سنين انا عايز تعويض عن حياتي. طيب اخر سؤال هساله لك لان وقت فقرتنا خلاص انتهى. انت توافق انت شايف ان انت موافق ان لو اختك يعني اتجوزت تبقى من غير قايمه قعدت 10 سنين ما خلفتش لا قدر الله ما بتخلفش تبقى من غير قايمه وتفضل تاخد حقوقها اللي انت لسه قايلها وتمام موافق اذا كان شرع ربنا قال كده انا هغير كلام هغير كلام ربنا طبعا موافق ما حد ينفع يعترض على شرع ربنا يعني انت ما عندكش مشكله في موضوع قايمه ما حدش ينفع يعترض على شرع ربنا ماني حاجه عايزه اقول لكل ست ده مش قاعده وحابه اقول للرجاله المره دي لاول مره لاول مره عايزه اقول للرجاله يا جماعه ان انت لو عم تضايق من الاتيتيود ومن الطريقه مش هو ده الطريقه خالص ان احنا نعمل حملات طيب هرجع بقى للاستاذه دينا او دينا هانم
ممكن بقى تقولي لي ملخص كده ردك على الكلام عشان انا اقدر طيب اختم. انا ملخصي على الكلام ان احنا زي بيوت مصريه كتير، انا بتكلم على الدوله اللي انا عايشه فيها، دول القانون اللي بيسود في مصر تمام، والعرف السائد في مصر. حلو. العرف السائد في مصر ان احنا اي راجل بيجي او اي شاب عايز مقبل على الزواج بيبقى عايز يدفع مهر عشان اهل الزوجه يشاركوه في الجهاز او تجهيز البيت ده، عشان هو مش هيقدر يجهز البيت. فبناء على كده قلنا نضمن حق البنت دي ازاي، ان هي الحاجات اللي هو مهرها ده اللي هو لو الزوج دفعه والاهل كملوا عليه، فده شكل القايمه اللي هو احنا الحاجات اللي هي مهرها اللي هي تستحق المهر بتاعها اللي هو من اركان اتمام الزواج. فبالتالي عشان انا خدت مهر بتاع البنت دي وجبت حاجات تانية عليها، فبناء عليه كتبت القايمه بتاعه المنقولات اللي تخص بنتي اللي هي فلوس تمام. بنتي وحاجه بنتي تمام مع. والجزء ده في المهر والمهر والمهر المهر اللي هو المقدم منه المعجل والمؤجل. المعجل ده لدرجه ان المهر ده اصلا اللي هو المعجل والمؤجل ده بيبقى دين في رقابة الزوج، بيستحق في حالتين، يا في حالة الوفاة يا في حالة الطلاق. يعني معنى ذلك ان هو المهر ده حاجة اساسية للزوجة. ما فيش اختراعات جديدة ولا في حاجة، ده عرف سائد عشان حماية حقوق الست دي تمام، يوم ما تتطلق تمام، والزوج اللي هو داخل مش معلهوش اي مسؤوليات ومش لو هو نيته كويسة وحسن النية هيرفض ليه يمضي على القايمة طالما هو حقها. انت كلامك صح. طب هي ما تنساش بعد اذنك، يعني انا لو هي حسنت النيه ومش هتخون الراجل ومش هتتطاول عليه ومش هتقل ادابها، هو عايز راجل يضمن ان هو برده هيبقى كويس وعايش كويس. والشباب بتبعت لي انها بتتهان من زوجتها وبتتطاول، اللي بتشتمه قدام اهله واللي بتعمل معاه فيش المجتمع المصري مش كده. طب هو فيش الكلام ده، في خيانه زوجيه وفي حاجات كتير قوي من الراجل، عشان واضح اللي هو احنا مش هنخلص الجنه على طول. ليه ربنا ما قالناش السيده ما نعرفش مين اللي هيدخل الجنه ومين النار؟ ممكن يا جماعه ندي فرصه لزميلي ممدوح ينهي الفقره بعد اذنكم. نورتوني. انت نورتينا مصطفى بيه، صاحب مؤسسه مع مؤسس حمد مع ضد القايمه، وطبعا حضرتك نورتينا يا استاذه دينا خليل. نورتينا يا فندم، نورتنا. طيب هرجع اقول كلمتين بس كده يا جماعه، هو ده موجود، هتدفع المهر ويبقى تتكفل بالموضوع. طب حصل اتفاق ما بينكم انتوا الاثنين ومضيت، يبقى امضي على الحاجات اللي انت جبتها. عايزين تمشوها، هي اللي جابته تمضي عليها واللي انت جبته تمضي عليها، ماشي. بصوا يا جماعه، هو جواز وهي مؤسسه وهو بيت، هتبتدوا تخونوا بعض من الاول احسن ما تتجوزوش. انا عايزه من اؤتمن على العرض اؤتمن على المال. لما عايزه اقول حاجه ثانيه واحده بس انا عايزه بس اقول ان هو انا مع ممدوح في فكره ان الجواز اتفاق مش خناقه. اتفضل. ما انا هو ده اللي كنت هقوله والله، هو الجواز اتفاق مش خناق، ومن اؤتمن على العرض يؤتمن على المال. فاصل ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا. أنا اسمي أسماء، 33 سنة، بيتطلب شغلي إن أنا أقف تقريباً 24 ساعة. طبعاً من سنتين حسيت بألم شديد في الركب وفي الرجلين، وكان بيجيلي شد من أعلى الرقبة لأسفل الظهر. الناس وصفولي كورس بيكس فارما، جربته تقريباً بقالي شهرين ماشي عليه. أنا بقيت أحسن كتير، رجلي دلوقتي الحمد لله بقدر أقف فترة طويلة، حتى شغل البيت بقيت الحمد لله بانتظام، الصلاة في الوقوف والقعاد بقت أحسن الحمد لله. طبعاً أنا بنصح كل الناس اللي ما استخدمتش بيكس فارما إن هي تستخدمه، هو فعلاً كويس جداً، وأنا حسيت بتحسن معاه جداً جداً جداً. أنا اسمي فاتن حمدان عبد المجيد، عمري 45 سنة، ما اشتكتش من ألم العظم قبل كده، بس بقالي سنة بشتكي من ألم في ظهري وفي رجلي وفي ركبي. بصراحة ما كنتش بعرف أعمل شغل البيت ولا كنت بعرف أروح شغلي، ما كنتش بقدر أعمل حاجات كتير قوي. شفت إعلان كورس بيكس فارما في التلفزيون فقلت أجربه، هو المفروض الكورس 3 شهور، أنا بقالي شهر بستعمله، بصراحة جايب نتيجة كويسة جدا الحمد لله. أنا بقيت أحسن وبقيت بروح شغلي وبقيت بعمل كل حاجة الحمد لله. أنا بشكر شركة بيكس فارما وبنصح أي حد عنده ألم في العظم إن هو يستعمله. المشكلة في الفترة دي كتير جدا بيعانوا منها هي ألام الظهر وألام المفاصل، مش كبار في السن، لا كمان شباب وكمان صغيرين بقى عندهم مشكلة كبيرة قوي هي ألام الظهر. تيجي تقول مش قادر تشيل حاجة، مش قادرة تصلي، مش قادر تطلع السلم، مش قادر تلعب الرياضة بتاعتك المفضلة، في مشاكل في ظهرك وفي مشاكل في فقرات الظهر وبالذات أسفل الظهر، المفاصل كلها فيها وجع فيها تعب. انت ست بيت مش عارفة تنظف البيت، انت راجل مش قادر تروح الشغل، الصلاة، الرياضة وغيره وغيره وغيره. بالتالي أنا لازم أعمل حاجة جديدة لحياتي عشان
اقدر اعيش بانبساط بسعاده. فبالتالي مشرفنا ومنورنا النهارده بيه بالبهوات هو الاستاذ علاء الدين احمد المستشار العلمي شركه بيكس فارم اللي هيكلمنا ازاي نقدر نبعد عن الام الظهر والمفاصل منور الدنيا. انا سعيد جدا بوجودي معاك يا ممدوح باشا وربنا يسهل نعمل حاجه تفيد الساده المشاهدين يا ريت والله ان شاء الله تعالى. المشاكل بقت كتير قوي وفي ناس تقول لك لا ده بسبب المروحه ده برد في العظم ده عادي دي وراثه. الواحد ما بقاش عارف الالم ده فين. الناس مش عارفه تعيش في حياتها الطبيعيه. حضرتك طبعا خبير في الموضوع ده وعارف طبعا الام الظهر والمفاصل ووجعهم وقد ايه الناس مش عارفه تستمتع بحياتها لا في صلاه ولا في رياضه ولا في الشغل. الموضوع بقى صعب يعني مؤلم قوي ليهم. يقدروا يعملوا ايه عشان يقدروا يستمتعوا؟ بص هو حضرتك كل الاسباب اللي انت قلتها دي فعلا هي بتؤدي ان يبقى في عندنا مشاكل في العظم. بس هو في ثلاث حاجات لازم نعرفهم للساده المشاهدين. في حاجه اسمها العضلات. العضلات دي هي الماسونيه بتحمي العظم. يعني انت لو عضلاتك فيها مشكله هتلاقي ان عظمك سهل قوي ان لما تتخبط خبطه يتوجع. رقم واحد. رقم اتنين عندنا العظم اللي هو الهيكل العظمي والمكون الاساسي فيه هو الكالسيوم. رقم ثلاثة التقاء اي عظمتين مع بعض عن طريق الاربطه والغضريف دول بيسموهم ايه؟ بيسموهم مفصل اللي انت حضرتك قلتها انا مفصل وجعاني اللي هو اللي فيه الالم الكبير اللي هو بيوجعنا ده. الله يرحمه. تمام. بس خلي بالك المفصل كمان ده عباره عن اربطه وغضريف وبين الغضريف دي بتعمل ايه؟ الغضريف دي هي المسؤوله عن احتكاك العظم ببعضه. وبين الغضاريف في سائل كمان بيسموه الهيرونيك اسيد. السائل الزلالي ده بيمنع احتكاك الغضاريف ببعضها والغضاريف بتمنع احتكاك العظم ببعضه. حلو قوي. يبقى احنا النهارده عندنا عضلات وعندنا عظم وعندنا مفاصل. جميل. حلو قوي. كده احنا عرفنا نفرق ما بين الثلاثه. واحنا الكورس بتاعنا النهارده هيتناول الثلاثه. لان انت في الكورس ده ما ينفعش تقول ايه طب انا هحل مشكله العظم بس واسيب مشكله العضلات او هنحل مشكله المفصل بس واسيب مشكله العظم والعضلات. لا، لازم تسيطر على المشكله كامله. لان انت حليت حاجه او اتعاملت مع حاجه وسبت الحالتين التانيين هيبقى عندك المشكله لسه ما زالت. بس في ناس علاء بيه زمان حضرتك قلت وده برضو حب اللي انا انوه عليها للساده المشاهدين اللي هو الحته بتاعت انا هاخد ده عشان الحته دي وخلاص. لا، لازم يعني كله يكمل بعضه. كورس كله بيكمل بعضه. وده من خلال الحلقه بتاعتنا النهارده هنطلع بالحلقه بايه انك لازم تاخد كورس كله على بعضه. اكيد. يعني على سبيل المثال احنا النهارده جبنا سيره المفاصل وقلنا المفاصل دي عباره عن غضاريف والغضاريف بينهم سائل. تمام. عشان كده اول حاجه النهارده بقدمها في كورس العظم بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. حلو. جوينت بيكس يعني بتعامل مع المفصل، حل لك الاول مشكله المفصل. لان مشكله المفصل دي هي اكبر مشكله، لانك لو ما تعاملتش معاها صح هتؤدي انك في الاخر تغير مفصل. يعني المفصل ده اللي تساعد الواحد انه يقدر يعمل رياضته يقدر يصلي. تمام. المفصل اللي هو شايل الجسم، لان هو خلي بالك مشكله العظم مشكلتها كبيره جدا نفسيا. أوكي. عايزك تتخيل كده لو واحد مش قادر يصلي، لو واحد مش قادر ينزل من بيته، لو مش قادره تنظف شقتها، لو ست مش قادره تمارس حياتها اليوميه في البيت، مشكله كبيره طبعا. وخلي بالك زي ما اتفقنا ان مشكله المفصل لو ما تعاملتش معاها صح ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هتؤدي الى تغيير المفصل. وما ادراك ما تغيير المفصل عمليه مكلفه جدا واسلوب حياتك كله بيتغير. اكيد طبعا. يبقى نرجع النهارده في اول حاجه عندنا في الكورس، وما دام قلت كورس يبقى كله بيكمل بعضه، اللي هو عندنا الجوينت بيكس اللي هي العلبه الخضراء اللي هي في اتجاه حضرتك دي. اول حاجه عندنا الجوينت بيكس ده هو بيعمل خمس حاجات بسرعه كده. ماشي. اعاده بناء الاربطه والغضاريف. جميل. كمان ان هو بيساعد في سهوله الحركه، لان لو عندك مشكله في المفصل تلاقي انت مش عارف تتحرك. الحاجه الثانيه اعاده بناء العظم. تمام. الحاجة الرابعة اللي هو النهاردة بيشتغل كمسكن للألام. الحاجة الخامسة ان هو مضاد للتورم، لان في بعض الاحيان الناس اللي بيبقى عندها مشكلة في منطقة المفصل بيبقى عندها تورم. حلو. لكن ده ما ينفعش اخده لوحده ويغنيني عن بقية الكورس. لازم كله يكمل بعض. بس انا برضو من ضمن قناه الجوينت بيكس اللي هي العلبة الزرقاء الخضراء دي ايه هو؟ عندي مستخلص من مستخلص البروملين ومستخلص الاناناس. ده بيشتغل كايه؟ كمضاد للتورم. كمضاد للتورم. انا عايز بس اقول ليه، لان انا كمان بديك كورس وكورس مكملات غذائيه. يعني على المدى البعيد مش هيبقى له اي تاثير لا على المعده ولا على الكبد ولا على الكلى. حلو. لان انا بكملك الغذاء بتاعك. جميل. من ضمن برضه مكوناته ايه هو؟ حاجه بيسموها مستخلص الجينجر، هو مستخلص الجنزبيل. وده معروف ان هو اقوى مسكن للالام طبيعي. خلي بالك كل ده من ضمن مكونات الايه؟ جوينت بيكس اللي هو اول عبوه. اللي هو اول عبوه. في برضه كده حاجه اسمها كلوكوزامين وكوندروتين وهيرونيك اسيد، دول الجسم بينتجهم ولكن اصبح لا ينتجهم بالكميه الكافيه. دول مسؤولين عن اعاده بناء الاربطه والغضاريف، وكمان بعوض لك السائل اللي مع الزمن بيقل اللي هو ما بين الغضاريف. حلو. لو تلاحظ كله عباره عن ايه؟ مكونات طبيعيه، يعني حاجه تاخده او حاجه هتاخديها من غير ما يبقى له تاثير على المعده. يعني ولا تاثير على الكبد ولا تاثير على المعده. تمام. ودي حاجه جميله جدا في الموضوع. حاجه طبيعيه. حلو قوي. ده كان اول حاجه عندنا قبل ما انام بالليل.
وبناكل الجوينت بيكس ده بقى الجرعه بتاعته ده الجرعه بتاعته الجوينت بيكس اللي هو عشان المفاصل باخد قرص قبل ما تنام بالليل مش هتخلي الواحد ما يعرفش ينام تجيله أرق او تعب ده انا عايز اقول لك ده انت لما عندك الام في المفاصل ما بتعرفش تنام اكيد الحاجه الثانيه هو مكوناته كلها طبيعيه فبتديك احساس بانك داخل تنام براحه وبهدوء يعني عامل زي الحاجات اللي هي زي البسط العضلات الحاجات اللي هي بتبقى عامله ارتخاء للحاجه نفسها دي انت عارف انت اثرت لي بفكر هنا حلو قوي احنا دايما كنا بنتكلم في جرعه الفيتامينكس بنقول ان احنا ناخد قرص الفيتامينكس او قرص فيتامين د بعد الفطار حلو ولكن انا بقى النهارده هخش بجرعه جديده خالص الفيتامينكس ايه بقى هو الفيتامينكس على فكره اللي هي العلبه اللي في النص اللي هي فيتامين د ماشي وفيتامين د ده هو مسؤول عن ترسيب الكالسيوم في العظم اكيد يعني انت ما ينفعش تقول ايه طب انا هاخد بقى الكالسيوم واسيب فيتامين د ما انت لو خدت الكالسيوم مش هيترسب لان انت عندك نقص في فيتامين د اكيد الفيتامينكس من ضمن الاعراض بتاعه نقص فيتامين د انك بتحس بالارق ايوه ان انت مش عارف تنام اه فلما اديك الفيتامينكس بالليل مع الجوينت بيكس ايه اللي يحصل هتخش في الديب سليب اللي هو النوم العميق الله الحاجه الثانيه اللي انا هزود امتصاص الكالسيوم في العظم جميل ودايما بقول في كل لقاءات التلفزيونيه النهارده ان انت لو عملت تحليل لمعظم الناس 90% من الشعب المصري عنده نقص فيتامين د اكيد ما بيتعرضش للشمس بالصوره الكافيه ما بياخدش مصادر طبيعيه للفيتامين د عشان كده عندي العلبه اللي في النص اللي هي الفي دي بيكس اللي هو مصدر الفيتامين د وعلى فكره تركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه هي احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000 هناخده امتى النهارده هناخده قبل ما ننام بالليل لان انت اوحت لي ان النهارده عندي مشكله في النوم وعندي مشكله في الارق فانا هديك الفيتامينكس مع الجوينت بيكس بالليل قبل ما تنام حلو قوي هتاخدهم هتلاقي نفسك داخل في الديب سليب طيب قبل ما نكمل بقيه الكورس بتاعنا انا عارف ان هو لسه في كمان حاجات مكونات فيه جواه احنا اتكلمنا على الكالسيوم انا عارف والله بس عشان برضو زمايلي عايزين يعرفوا العرض لان هم تقريبا رقهم جري على الموضوع وعجبهم قوي فممدوح تقول لنا العرض فقول لنا كده العرض على بيه الشهر الثاني عليه ديسكاونت 50% تمام وليه بقى انا بتكلم في كورس شهرين لان انت هتبتدي تشعر بالتحسن وتكاد تكون ترجع لحالتك الطبيعيه بعد لما تاخد الكورس بشهرين وده عن خلال ناس استخدمته كتير حلو يعني واحد يقول لك انا هاخد شهر واكمل لا انا بديك الكورس الشهرين علشان انت بعد شهرين تحس ان انت رجعت لطبيعتك يبقى الديسكاونت ال 50% على الايه على الشهر الثاني على الشهر الثاني يعني انت لما تاخد كورس شهرين الجرعه بتاعت الشهر الثاني هتبقى عليها ديسكاونت 50% ده جميل قوي الحاجه الثانيه عندنا النهارده كول سنتر ناس متخصصين بيرد على حضرتك مصاريف الشحن مجانيه كل ده موجود في العرض بتاعنا يبقى مصاريف الشحن مجاني حلو الشهر الثاني عليه ديسكاونت 50% ماشي الحاجه الثانيه فريق متخصص بيرد حضرتك وبيتابع معاك ده جميل جدا ده لازم وايه قصه المتابعه لان انا عايزك تاخد الشهرين بعد 15 كل 15 يوم هتلاقي بيتسال لك شويه اسئله انت وصلت معانا فين والحاله بتاعتك وصلت لحد فين وعلى فكره انت من اول بعد اول اسبوع هتبتدي تشعر بتحسن حالتك ودي احلى حاجه ان هو على طول الفتره القريبه ابتدي احس بتحسن في جسمي وده يخليني اعرف اكمل بقيه الوقت تمام. طيب قبل ما نخش على بقيه الكورس انا عندي تقرير اتفضل هروح بس للتقرير كده واريحك شويه ونرجع تاني كمان مع بعض فهو هنروح لتقرير ونرجع لكم تاني خليكم معانا احنا عندنا حاجه حلوه قوي ورجعنا لحضراتكم تاني بس مكملين معاكم في البي والهانم وطبعا اتفرجنا على التقرير وعرفنا الكورس بتاعنا النهارده هو مفيد جدا وقد ايه افادته عظيمه لينا كلنا مشاكل والام الظهر والام المفاصل وكل الكلام ده خلاص بقى ننساه تماما كنت صغير كنت كبير عايز تصلي عايز تعمل رياضه عايز تعيش حياتك وتستمتع بيها لا في بقى وجع ولا الم ولا تزييق ولا حته ابره تحس بيها في ركبتك خلاص هتنسى ده تماما لسه مكمل معانا برضو البي من البهوات اللي منورنا ومشرفنا على علاء الدين احمد المستشار العلمي شركه بيكس فارم منور الدنيا برضو لسه مكملين مع بعضينا في الكورس بتاعنا النهارده بص انت في المقدمه بتاعتك في الاول خالص في اول حلقه قلت ايه قلت حاجه حلوه قوي قلت ساعات ان انا الناس بتقوم تتعرض للمروحه فتبقى عندها الم في العظم ايوه بس خلي بالك ممكن يبقى اتنين نايمين مع بعض في نفس الاوضه واحد يبقى عنده مشاكل في العظم واحد ما عندوش مشاكل في العظم ليه بقى على اساس التغذيه بتاعته من الصغر اوكي يعني هل هو كان بياخد مصدر الكالسيوم بالصوره الطبيعيه بتاعته من الصغر ولا لا هتلاقي اللي ما عندوش مشاكل في العظم كان بياخد الكالسيوم بالصوره الصح واللي عنده مشاكل في العظم ما بياخدش الكالسيوم بالصوره الصح حلو. على فكره هو المصدر الاساسي للكالسيوم هو الالبان تمام المفروض تاخد ثلاث وحدات من الصغر الزبادي وده ما بيحصلش والجبن والحاجات دي كلها فايه اوريدي انت عندك مشكله كمان في نقص الكالسيوم اه عشان كده دخلت لك بالمكمل الغذائي الثالث بتاعنا اللي هو ايه العلبه الزرقاء اللي هو سي دي زد بيكس حلو اللي هو مصدر الكالسيوم لان احنا الكالسيوم هو المسؤول عن تكوين العظم تمام واتفقنا ان فيتامين د هو المسؤول عن ترسيب الكالسيوم في العظم يعني لو العظم يعني نفسه ضعيف لو العظم ضعيف يا علاء بيه هيبقى فيه مشاكل والالم ده هيبتدي يشتغل معايا من وانا صغير انت عندك مشكله في الكالسيوم
اوكي. عشان كده انا دخلت لك بالسيزيت بيكس اللي هو مصدر للكالسيوم. حلو قوي. وخلي بالك هو محطوط في صوره الكالسيوم سيتريت، لان مشاكل الكالسيوم اللي موجوده معظمها في السوق انك لما تاخده يقول لك انا عندي قرصه في معدتي. هو المشكله مش في الكالسيوم، الكالسيوم محطوط في انهي صوره؟ الصوره اللي محطوط فيها في السيزيت بيكس هتاخده بعد الغداء مش هيبقى له اي تاثير خالص على الايه؟ على المعده. يبقى انا حليت مشكله الكالسيوم، حليت مشكله فيتامين د، وحليت مشكله المفاصل. جميل قوي. وكلهم مرتبطين ببعض. حلو. في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان احنا عندنا مشكله في العضلات، العضلات هي المسؤوله عن ايه؟ عن ان هي تحافظ على العظم. حلو. عشان كده المكمل الغذائي الرابع بتاع الكفر بتاعت العظم نفسه اللي هو الريكوبيكس، اللي هو كريم المساج. الريكوبيكس، روكبيكس، اسمه انا عايز اخلي عضلاتك تبقى زي الصخر. حلو. لان العضلات هي المسؤوله عن المحافظه على العظم. اكيد. عباره عن ايه الروكبيكس ده؟ احنا بنكمل بنتكلم على كورس مكمل غذائي، فهو كله حاجات طبيعيه. اولا في المنتول اللي هو بيسموه خلاص زيت النعناع، وده معروف ان هو بيشتغل كبسط العضلات. حلو. شوف انا بدي كل ده في علبه واحده مكمل غذائي. كمان في الاوكليبتس اللي هو بيسموه زيت الكافور، وده معروف من اقوى المسكنات الطبيعيه للالام. جميل. الحاجه الثانيه اللي هو فيه، تعرف حضرتك القرنفل؟ طبعا. القرنفل ده بيعرف ان هو اقوى مخدر، مسكن جدا ومخدر. عشان كده لما تاخد الروكبيكس بعد دقيقتين بالظبط هتلاقي العضلات بتاعتك ايه اللي بيحصل؟ كل الالم اللي فيها زين. يبقى النهارده حتى اللي عايز يمارس الجيم او عايز يمارس رياضه او عايز ينزل يروح يصلي، لما يدهن مره الصبح ومره بالليل من الروكبيكس اللي يحصل العضلات بتاعته بقى سليمه. فساعتها حدهن الدهان ده بعد دقيقتين بالظبط هتشعر بالتاثير مباشره على المنطقه اللي فيها الالم. تمام. يعني كده انا عملت الكالسيوم بتاع الجسم، وانا ظبطت العظم وفيتامين د اللي مسؤول عن ترسيب الكالسيوم في العظم. حلو. وخلي بالك فيتامين د ظبطت لك النوم كمان بالليل. جميل. وظبطت لك اكبر مشكله هي مشكله المفاصل. جميل. لان على فكره هي مشكله الالام الرقبه، مشكله الام الركبه، الام الحوض كلها مفاصل. حلو. يعني دلوقتي لو وجع الالم في السلم ولا مشاكل وانا بصلي ولا العب رياضه وانا شاب استمتع بحياتي، انا حد كبير عارف انظف بيتي، انا عندي هنا اسئله كتير قوي وحاجات كتير قوي، انا مش عايز بس اللي انا اقطع عن حضرتك. بس هو خلي بالك احنا اخر حاجه عايزين نقولها في الكورس اللي هو المصدر الاساسي للمالتي فيتامينز هي الفيتامينات والمعادن اللي هو الالبي مالتي فيت. حلو. ده برضو حاجه لازم تاخدها ضمن الكورس بتاعك. يعني كل ده لان هو الالبي مالتي فيت عباره عن ايه؟ فيه كالسيوم. احنا اتفقنا ان الكالسيوم ده مسؤول عن امتصاص. احنا هنروح له علاء بيه، هنروح له دلوقتي. انا مش هسيبك الا لما تشرح كل حاجه. انا عايز اقول الكورس ده انا متحمس له ليه؟ لان انا شفت نتائجه قدامي بصوره عمليه. انا ما عنديش اي مشكله، وانا عايز افصص الموضوع واحده واحده عشان المشاهد اللي بيتفرج عليا يستمتع بالكلام ده. تمام. بس طبعا انا معايا مداخله تليفونيه من الحاجه شيماء، هي حد جرب الكورس بتاعنا فنعرف منها برضو ايه الاخبار. السلام عليكم حاجه شيماء. السلام ورحمه الله وبركاته. منوره الدنيا ومنوره بيه والهانم، اهلا وسهلا بيكي. الله يبارك في حضرتك. طيب. يبارك في حضرتك. احنا استخدمنا الكورس. ايوه استخدمته والله ما شاء الله، يعني ابتديت ان انا اتحرك. تمام. لما بقعد ما بقدرش اقوم ابتديت ان انا اعرف اقوم، ابتديت ان انا اتحرك. وبعدين بيتابعوا معايا الفريق المختص. حلو. صراحة ما شاء الله، يعني بصراحة هو خلاني احسن من الاول بمراحل. ربنا يديك الصحة. معلش يا حاجة شيماء، احنا السن قد ايه؟ 49. ما شاء الله العمر كله ان شاء الله. يعني دلوقتي عارفة تستخدمي حياتك براحتك، تستخدمي جسمك، مفيش ألم، مفيش أي مشاكل؟ وبيعني. يعني بعد قد ايه؟ ما كنتش بقدر اقوم. بعد قد ايه يا حاجه؟ ما كنتش بقدر اقوم لان انا عندي مشكله في العظم اصلا. اصل 49 ده برضو لسه صغيره يا حاجه، يعني مش كبيره. ما انا عندي مشاكل كتير هي اللي عملت، يعني دخلت عمليات كتير، البنج اثر على العظم جامد يعني. الف مليون سلامه. طب استخدمت الكورس، بعد قد ايه من الوقت ابتديت تحس بتحسن للجسم كله؟ يعني بعد يومين بالظبط كده من الاستخدام ابتديت احس ان انا بقدر اقوم. في الاول بكسل ان انا اقوم لاني عارفه اني مش هقدر. انا بشكرك جدا على مداخله تليفونك ده، وميرسي جدا ان اتكلمتي معانا وقلت لنا ان الموضوع اختلف عندك بعد يومين ثلاثه، فدي حاجه حلوه قوي. وان شاء الله يعني ما تشوفيش اي الام او اي حاجه. والنهارده في عرض خاص علاء بيه النهارده بيقوله لنا، فيا ريت تستخدميه وتستمتعي بيه. فنقول العرض تاني قبل ما نروح الشهر الثاني من الكورس بتاعنا، عليه ديسكاونت 50%. زي ما الحاجه قالت كده احنا عندنا فريق متخصص بيتابع الحاله مع حضرتك. وكمان مصاريف الشحن مجانيه. حلو. وعلى فكره هو سعر الكورس قبل كمان ديسكاونت سعر مور ايكونوميك، اقتصادي جدا يناسب جميع افراد. جميل قوي الجمله دي، حلوه قوي، بحبها قوي اللي هو اقتصادي ده. طبعا. يعني محدش يخاف يا جماعه ويبقى عندكم مشاكل وارق ان يكون السعر الكورس حاجات غاليه اللي موجوده في الفاترين بتاعت الصيدليات، الموضوع رخيص جدا ولطيف وكمان عليه ديسكاونت، وده حاجه حلوه يعني المفروض بقى تستفادوا بالعرض ده عشان جسمكم. طيب المالتي فيتامين، انا عارف ان الوقت عندي بيجري،
وانا مش هسكت لما اعرفه الاول. معلش بقى يا جماعه زمايلي يعني سامحوني شويه، هاخد وقت عشان انا لازم محتاج اعرف المالتي فيتامين ايه بقى المكونات اللي فيه على السريع كده. بص هو عباره عن 13 فيتامينات ومعادن من اللي الجسم بيحتاجهم. تمام. يجي على رسائل الكالسيوم، لان احتفلنا الكالسيوم هو المصدر الاساسي للايه؟ للعظم. العظم رقم 2. رقم 1. رقم 2 في فيتامين سي. حلو. وعلى فكره فيتامين سي هو المسؤول بيقوي كفاءه جهاز المناعه وكمان بيديك طاقه، عشان انت عايز تروح تمارس رياضه فانت لازم يبقى عندك طاقه. في فيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده. حلو. تمام. عندنا مجموعه فيتامين بي كومبلكس كلها من اول بي 1 و 2 و 3 و 7 و 6 و 12. وعلى فكره عشان كده الكورس بتاعنا كمان يناسب جميع الاعمار السنيه. لان الناس اللي اصحاب الامراض المزمنه بيبقوا محتاجين ياخدوا مالتي فيتامينز، بس ياخدوه من غير ما يعمل لهم مشاكل. فكل ده موجود في القلب مالتي فيت. كمان في الكبر، الكبر ده على فكره هو من ضمن الحاجات اللي وجدوا لما يبقى عندك نقص في النحاس بيبقى عندك مشكله في العظم. وكمان هو مسؤول عن اعراض الشيخوخه. كمان في الفوليك اسيد، عشان كده الستات الحوامل بيكتب لهم الفوليك اسيد اللي هو في صوره القلب مالتي فيت عشان يمنع تشوه الاجنه. جميل. كل ده على فكره موجود فين؟ في موجود في القلب مالتي فيت. والله انا بشكرك. أنا انك دايما بتوجد لنا حلول بسيطه ان اقدر استمتع بحياتي على بيه. والله خلي بالك حلول بسيطه وملهاش تاثير على المدى البعيد، ملهاش يكاد يكون ملهاش اثار جانبيه. وده اهم حاجه لسه كنت حاجة. والله انت خدتها من بقي ان مفيش اثار جانبيه، لا الم ولا ارق ولا تعب ولا اي حاجه ولا تاثير على المعده ولا اي حاجه مقابله في مشاكل. وانا كده كده عندي هنا اسئله، فانا هضطر ان انا هخليها في حلقه اخرى مع حضرتك تتكلم فيها، او يعني اقول لك الاسئله وتقول لي برده ايه الحاجات المكونات وازاي نقدر نستخدمها. والعرض اخر مره بقى معلش 50% تسكمنا على الشهر الثاني. حلو. مصاريف الشحن مجانيه. اها. كمان في فريق متخصص بيتولى الرد ومتابعه الحاله مع حضرتك. حلو قوي. وكده كده كله ده مصرح من وزاره الصحه. طبعا. نورتني وشرفتني النهارده والله علاء بيه، ويا رب دايما يعني جاي بتفيدنا كده وتفيد البيه والهانم. كان معانا ومنورنا النهارده علاء الدين احمد المستشار العلمي شركه بيكس فارم، وقال لكم الكورس لطيف خفيف هيساعد انك تقدر تستخدم حياتك براحتك. ليه بقول بتستخدم؟ علشان رجلك وظهرك دول يعني هو ده جسمك، انت بتقدر تستمتع بيه، تصلي، تروح شغلك، تستخدمي حاجات في بيتك، انت تقدر تلعب مع اولادك، حياتك تبقى مختلفه. فاقدر اقول لكم فاصل وارجع لحضراتكم، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم. والحقيقه احنا في الصيف بقى، والشعر ده اهم حاجه، صيف شتاء اهم حاجه. الناس اللي بتعمل شعرها مهم جدا، الناس اللي ما بتعملش شعرها عند الكوافير بتحبه كيرلي مهم جدا. الهيشان مشكله كبيره قوي، كل الناس بتبعت لي على حقيقي صفحه البرنامج وصفحتي الشخصيه انت ازاي بتاخدي بالك من شعرك. والله مجهود كبير، بس النهارده في كورس خطير بيخلينا بخطوات قليله جدا. معايا ايه القمر هتقول لنا ازاي الكورس ده ليه فوائد كتيره قوي، ازاي شعري هيكون ما بيقعش، ازاي شعري هيكون تقيل، ازاي هحافظ عليه، ازاي لو عنده مشكله يعالجه. بس الاول ارحب بايه اثبتان اخصائيه العنايه بالشعر والبشره في مصر والشرق الاوسط. منوراني يا ايه. اهلا يا نورين، عامله ايه؟ بيجي لك اسئله كتير طبعا في موضوع الشعر. الشعر ده بقى مهم جدا لاي ست في الدنيا. ازاي انا شعري بيقع، بيهيش، بيقصف، بيطول بس بينشف فبيقصف فبضطر اقصه، ما بيطولش اصلا. المشكله دي شعري انا حاسه ان هو خف جدا بعد الولاده او قبل او انا صغيره. ازاي الكورس اللي معانا ده هيحل لنا المشكله دي وفي مده قد ايه؟ وقول لنا بسرعه وكل الاسئله. سر في كلمه واحده. الاهتمام. الاهتمام يعني انا عندي تغذيه صحيحه للشعر او تغذيه سليمه للشعر، ان انا ارطبه طول الوقت، ان انا ابعد عن كل الحاجات اللي فيها كيميكال او حاجات ان هي ممكن تاذيه، ابتدي ابعد عن الحراره اللي ممكن تقصفه، ابتدي اهتم بالتغذيه الداخليه. فالنهارده عندنا كورس سله هيبتدي يغذي لي الشعر داخلي وخارجي، داخليا وخارجيا. يعني اي حاجه مثلا ليها علاقه بالتغذيه او بالترطيب او بصيله الشعر او ترطيبها او نعومه او فك التشابك او الكلام ده كله، النهارده عندي كورس سله هيحلها. طب اي حد عنده سوء تغذيه، عنده نقص في الحديد، كان عامل دايت ووزنه مثلا قل، كان عنده مشاكل، كان عامل عمليه، اي حاجه من الحاجات. هو انا اصلا شعري بيقع ليه؟ يعني شعري بيقع ليه؟ بيقصف ليه؟ بيبقى كان عنده لمعان كده ربنا خلقني بيه وفجاه ما بيبقاش موجود. هل ده بس عشان انا مثلا بعرضه للحراره؟ طبعا الحاجات دي يعني ضاره، بس هو ليه بيحصل ده؟
نقص فيتامينز مثلا. تعالي نتكلم مثلا عن التساقط. التساقط دوت بصي الشعر اللي انا نفسي اقول له خلي اسكت انت واحنا هنحل كل المشاكل بعيد عنك. عندك ضغط عصبي او نفسيتك وحشه تلاقي شعرك بيقع. الناس سوء التغذيه او ما بتاكليش كويس تلاقي شعرك بيقع. ما تشربيش ميه كتير شعرك هيقع. بتستخدمي مواد فرد حراريه او تستخدمي مواد فرد للشعر تاذي الشعر شعرك هيقع. بتستخدمي صبغه او حاجات فيها امونيا شعرك هيقع. هتستخدمي حراره كتير وطول الوقت بتعملي بليس واستشوار شعرك هيقع. بتتعرضي لكلور كتير او ميه بحر كتير او بسين كتير شعرك هيقع. فكل الحاجات دي عايزه حمايه. يعني مثلا اشرب ميه كتير نقول الحاجات الخفيفه كده اشرب ميه كتير ومعرضوش للحراره كتير. عايز اقول لك حاجه غسيل الشعر الكتير بيعمل جفاف والجفاف يعمل لي تساقط. يعني ما اغسلش برده شعري كتير زياده عن اللزوم. ميه سخنه يعني اغسله بميه فتره وبرده مش كتير. تمام. ما استخدمش حراره كتير. حتى انت عارفه طريقه يعني طريقه التسريح نفسها بتاعه الشعر ممكن تؤدي لتساقط. الناس اللي بتلم شعرها لورا جامد جدا بيبتدي يقطع من هنا ابتدي تساقط خاصه الاطفال طبعا. الاطفال والمحجبات اللي بيقعدوا فتره طويله جدا مثلا 10 من 8 ل 10 ساعات مثلا في الشغل فهي لما شعرها جامد جدا تحت الحجاب. ابتدي الشعر تنصحيها بقى انها ما تلموش جامد قوي. ما تلموش جامد قوي وفي نفس الوقت ابتدي تغير الاتجاه كل شويه. ان لو مثلا عاملينه من هنا لا ممكن مره يبقى من الجنب مره من الناحيه الثانيه. ابتدي اغير اتجاهات الشعر بحيث ان الشعر نفسه يتنفس. الكورس اللي معانا بقى احنا عايزين الكورس ده يا جماعه تجربوه. هي يعني ايه قبل ما ابتدي الفقره قالت لي الكورس ده يتجرب لو ما عملش نتائج رجعوه على ضمان. طبعا واللي يعمل نتائج ويدينا صور بيفور وافتر ونشوف كورس الاطاله والانبات وقوه الشعر بقى عامل معاه ازاي في الصور هياخد ليه كمان هدايا فوريه. تمام. قولي لي بقى نمسكها حاجه حاجه كده عشان نعرف الناس الكورس ده بيتكون من ايه وكل حاجه فيه بتفيد شعري بايه. اول حاجه النهارده يا نورين ان اول مره النهارده هنطلع معاكي بالعرض الاقتصادي. الكورس 7 قطع. السعر كويس قوي قوي قوي. عايز اقول لك ان 7 قطع ده ممكن يقعدوا معاهم شهرين وثلاثه كمان وممكن يوصلوا 4 شهور. كويس بقى حته ان هو السعر اقتصادي. يا جماعه كل الرسائل اللي بتجيني على صفحتي الشخصيه او صفحه البرنامج ليا والممدوح ما تقلقوش اي كورس بنقدمه في البي والهانب احنا حريصين جدا 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 في المقام الاول طبعا مع انه يكون صحي ومش ضار ان يكون سعره اقتصادي ما تقلقوش. وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب لكم كمان عروض لكل ضيف بيجي معانا يتكلم عن على الكورسات اللي معانا. انت عارفه نورين دوره الشعر او البصيله نفسها بتحب ان هي تاخد وقتها زيها زي اي حاجه في الجلد. فدايما لازم تمشي على الحاجه باستمرار وتبتدي تمشي عليها فتره طويله او كده. فاحنا النهارده في سله بنعمل لك العروض دي عشان نقدر ان انت تكملي معانا فتره اطول. تمام. ما هي لو سعرها غالي وقعدتي استخدمتيها شهر انا ما كسبتش حاجه. انا عايزاكي تجربي المنتج وشعرك يطول 10 سنتي و15 سنتي والهيشان يقل والتساقط يقل. حتى الناس اللي عندها تساقط وراثي انا ممكن مثلا لو شعرها هيفضي بعد 3 4 سنين لا باستخدام منتجات طبيعيه وترطيب عالي لا ممكن التساقط ده يقل جدا. تمام. تعالي اشرح لك العرض عباره عن ايه. عايزه اشوف الكورس بيتكون من ايه وكل حاجه ايه ولا عايزه هتقولي العرض. هنقول الكورس والعرض بيتكون من ايه. أوكي. اول حاجه احنا منتجات مصريه امنه جدا منتجات طبيعيه ما فيهاش اي حاجه كيميكال امنه على الاطفال. تمام. فاحنا دلوقتي منتجات امنه بتركيز ومستخلصات طبيعيه فنتائجنا سريعه. تمام. دي اول حاجه زي ما قلت لك مرخص وزاره الصحه يعني اتعمل عليه اختبارات وتجارب. فاحنا النهارده جايبين مجموعه بتحل كل مشاكل الشعر. المجموعه بتتكون من ايه. عندي الشامبو. تمام. بيمنع طبعا التساقط وكمان بيقوي الشعر وكمان بيشيل القشره واي التهاب او هيلينج في الشعر في فروه الراس بيبتدي يقضي عليه. وكمان بيحمي وبيغذي الشعر من يعني التساقط وكمان البحر والاتربه والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. تمام. لان هو بيعمل ديتوكس للشعر. بعد يعني مش شامبو عادي يعني شامبو فيه فيتامينز مكوناته كلها حاجات بتكلم عن المكونات بتقوي الشعر يعني بتقوي الشعر كمان بتدي غذاء. ومش بس كده احنا دايما نشوف ان المنتجات اللي بتشيل الفرق يعني بتشيل مثلا القشره على فكره ايه قليل قوي لما تلاقي شامبو فيه فيتامينز. يعني ممكن يقول لك خالي من الفورمالين خالي من الفورمالين الحاجات دي لكن في فيتامينز ده انا يعني انا ما سمعتش يعني عليه كتير لان عندك نقص الفيتامينز دي اصلا بتادي ان الشعر بيضعف. يعني عندك مثلا فيتامين زي فيتامين سي اولا لو هو قليل بيقلق بيخلي الشعرايه رقيقه بتتكسر بسرعه بيخليها جافه بيعمل هيشان. كل مضادات الاكسده لشعرك محتاجه الكافيين فهو فيه كافيين عشان خاطر يغذي بصيله الشعر ويعمل قوه ويعمل انبات واطاله. في زيت ارجان في زيت جوز الهند كمان في زيت اللوز الحلو في كل الحاجات في زيت النعناع اللي كمان بيقضي على القشره وكل التهابات فروه الراس اللي هي ممكن تؤدي الجفاف او تساقط او الكلام ده كله. تمام. فهو مكمل يعني
عامل غذاء وكمان بينظف فروه الراس وكمان بيدي ترطيب 3 في 1 في شامبو. ده شامبو ده اول حاجه عندي في المجموعه. اول حاجه نقول المجموعه بقى نتكلم في مكونات. عندي الشامبو وعندي البلسم وعندي السيرم وعندي بقى دوت يعني النينجا بتاع النهارده اللوشن بتاع التساقط. لوشن للتساقط لان احنا قبل كده كنا بنتكلم دايما على العنايه. طب انا عايز اعمل اطاله بقى، عايز اعمل انبات بقى، عايز اعمل قوه للشعر، عايز شعري يطول 15 سنتي في 3 شهور، يبقى هستخدم اللوشن مره صباحا ومساء. خطير يا نورين، في 21 يوم بيمنع التساقط وبينتج بصيلات جديده للشعر، فبيعمل عندي انبات سريع جدا من اول 21 يوم. هايل. 21 يوم بس او 21 يوم يعني يا دوب الدوره الواحده للشعر. فالنهارده دي الكورس عندي شامبو بلسم سيرم كمان اللوشن. هناخد بقى عليهم الثلاث قطع هديه اللي هو الشامبو وكمان البلسم. وبصي بقى الخطير دوت المالتي فيتامين بتاعتنا اللي هو البا مالتي فيت. ده بقى اي حد عنده سوء تغذيه، اي حد عنده مشاكل في الانيميا، عنده مشاكل في الحديد، طالعه من كانت بترضع، كانت عندها مشاكل نقص في الكالسيوم، عندها مشاكل في الغده الدرقيه وعندها تساقط كتير، ده هيحل لها كل المشاكل. عندها مشاكل في بشرتها هيحلها، عندها مشاكل ضوافرها بتتقطع ومش قويه هيحلها. احنا عندنا كورس فيه شامبو وفي بلسم وفي سيرم نحطه بعديها. واللوشن ده بنحطه امتى بقى؟ مره صباحا ومساء. عادي على شعر الناشف. على شعر الناشف. اوكي ينفع احطه قبل ما انا اكون بعمل شعري؟ لو بعمل شعري مش ينفع مش بس يفضل ان انا اسيبه شويه وبعد كده اعمل شعري عشان خاطر الحراره او بيبي الايس او الاستشوار ما يطيرش الليكويد او الماده من على الشعر. تمام. عايزه الشعر يمتص او يتوغل فروه الراس. بصي من ضمن الاسئله اللي جات لنا هنحاول نجيب ناخد كام سؤال كده. انا شعري بينزل ومجهد جدا لدرجه انه بيجي لطول معين، بيوصل عندها لطول معين وبيتقطع لوحده وعندها الم في فروه الراس فروه دماغها. ماشي. ليه اول بقى حاجه ده؟ الالم دوت بيبقى التهاب او مثلا احنا عندنا بيبقى فيه بكتيريا في فروه الراس او فطريات، دي بتعمل نوع من انواع يعني تحس ان هي عندها حكه او تحس ان هي تهرش، فمع الاجهاد دوت لفروه الراس بتحس بالم هيلينج، زي ما يبقى عندك مثلا حبايه وتهرشي فيها فتحس ان هي بتحرقك او بتوجعك او كده، فده نفس اللي بيحصل في فروه الراس. ان فروه الراس دي بالنسبه لي مسام جلد زيها زي البشره زي اي حاجه. ده التهاب ده بيجي من ايه؟ التهاب دي الناس بقى اللي مشالي ورا الترندات، يلا نعمل ماسك مش عارف ايه، يلا نعمل ماسك ما اعرفش ايه، يبتدي يعمل لي التهاب لفروه الراس. قشره طبعا، قشره والتهاب او الكلام ده كله. في ناس ممكن تبقى بتستخدم مساج بعنف يعمل لها هيلينج، ممكن تبقى مثلا شعرها ما بيشوفش تهويه سليمه، ممكن تبقى مثلا اتعرضت لعدوى. هنا بقى بدل ما اجيب ادويه ممكن الشامبو. عندي بقى في حاجه خطيره قوي في مكونات الشامبو، زيت النعناع مضاد بكتيري طبيعي. الكافيين خطير في الالتهاب. في كمان بنسينول، البنسينول بيعمل ريكفر لفروه الراس وبيعمل التئام للجروح وكمان بيزود يعني خلايا الجلد الجديده. يعني مثلا عندها مثلا تعويره في شعرها، عندها قشره، عندها اي حاجه، البنسينول اللي موجود فيه هيعمل الالتئام السريع ده. طب احنا حريصين جدا جدا ان يكون في دايما معانا حد استخدم الكورس اللي معانا علشان تشوفه بعينيكوا دايما. يعني اي حد لما بيشوف، انا شخصيا لما بشوف حاجه قدام عينيا كان شعرها قبل كده كان ايه وبعد كده كان ايه، وان شاء الله اوعدكوا ان احنا نحاول ان احنا نجيب شخص جرب فعلا بالفعل الكورس اللي معانا قدامكوا ويكون معانا في الاستوديو. معانا دلوقتي تقرير لحد استخدم الكورس اللي معانا هنا قبل وبعد، نطلع نشوف. هاي، انا اسمي مريم، عندي 23 سنه، لسه متخرجه من الجامعه. طول فتره الجامعه كنت مهووسه بالالوان الترندي والشوار والبيبي ليس، كنت دايما بحاول اخلي شعري في احسن شكل، بس مع الوقت اكتشفت ان انا كده بدمر شعري، ابتدى يتساقط وابتدى فيها يشان ويظهر ان انا في اماكن ما فيش شعر فيها. بجد نفسيتي اتدمرت جدا وكنت متضايقه قوي، فكرت كتير اني اروح لدكاتره، بس المشكله كانت دايما بتواجهني ان الدكاتره والادويه عبال ما اشوف نتيجه ويعمل مفعول كنت بستنى وقت كتير، وانا بصراحه ما كنتش قادره استنى. لحد ما في يوم كنت قاعده على الفيسبوك فسمعت عن برودكت اسمه سيرم سيلا، في الاول كنت خايفه بس قلت هجرب، هخسر ايه، كده كده شعري بايظ. فجربته، بجد ما ندمتش ولا مره اني جربته، من احسن البرودكت اللي استعملتها في حياتي. اللي شجعني اكتر اللي هو ايسين كان بيجيب نتيجه من تالت او رابع مره. مع الوقت حسيت ان الهيشان راح خالص، التقصيف ابتدى يروح مره ورا مره،
بقى في نعومه، بقى في لمعان، بجد فرق معايا جدا، وبجد بنصح اي حد ان هو يجربه. وفعلا الشركه كمان بتعمل كذا حاجه غير السيرم ممكن تجربوها. فجربت كل البرودكت بتاعت الشركه، وحقيقي اقل ما يقال في حقها ان احسن حاجه استعملتها لشعري، وبنصح اي حد ان هو يجربه. شكرا سيلا. طبعا بيفرق جدا لما يعني النتيجه من قبل لبعد ايه، بس برضو فرق معايا قوي الرساله اللي كانت من فاطمه اللي كنت قلتها قبل ما اطلع التقرير، اللي بتقول لك شعرها ليه بيحصل العجز ده، وهل ينفع نحل المشكله ان هو يطول؟ انت لو عندك زرعه، عندك شجره عشان تبتدي تطلع ثمار، بتبتدي تعمل لها ايه؟ بنحط لها غذاء، بنحط لها ميه، بنحط لها سماد، ان هي عايزه طول الوقت تغذيه. فانا النهارده لو انا ما عنديش تغذيه سليمه داخليا وخارجيا للشعر مش هيحصل لي انبات. فبعض الاحيان زي ما انت قلتي لي شعرها معجز، طب شعرها معجز دوت ممكن يبقى اصلا مضادات الاكسده او محفزات النمو البصيلات عندها ضعيفه، فالشعر يعني ثانيه بقى بتطلعش. الناس اللي شعرها ما بتطولش مفيش مشكله بقى في شعر من بره، هو المشكله اصلا جوه الجسم داخليه. تمام. فانا النهارده حليتها بحاجتين، اول حاجه المكمل الغذائي هيديها كل العناصر، هيديها حديد، هيديها زنك، هيديها كالسيوم، هيديها كل الاوميجا 3 اللي هي محتاجاها، هيديها امينو اسيد، هيديها كل مكملات ومقويات فيها بيوتين وكرياتين، الحاجات اللي هتعمل انتاج البصيله. ده داخلي. هي بتاكل وجسمها ما بيمتصش الغذاء بتاع الجسم، لا ده دوت هيكمل لها كل العمليه. طب انا كده غذيت البصيله داخليا او انتاج الشعر داخلي، طب انا بقى محتاجه من بره ان انا اغذي الشعر نفسه او فروه الراس نفسها. فالنهارده عندنا اللوشن، اللوشن لمنع التساقط، في بقى ترايكوجين، في كافيين، في بايوتين كمان، كل الحاجات دي. اللوشن ده بقى الهايل ده خطير، بتعمليه في شنطتك الصبح والليل كده، تسع بخات بالليل مساج، الدنيا تبقى خطيره. طب هسألك سؤال بقى، بيخلي الشعر مثلا واحده عاملاه او كده لا هيلزق؟ هي ولا دي. بصي لا هيلزق، قريتيها على طول. لان انا بخاف منه. بخاف منه. تبقى مثلا انت عامله شعرك او في عامله فوليوم وعايزه اكمل الكورس اللي انا ماشيه عليه، او مثلا خايفه ان هو تحطيه فشعري يعرق وهلبس مثلا الحجاب او اي حاجه. فكلنا بنخاف من القصه دي. لا ده احنا الصبح هنبتدي، اول ما اصحى من النوم ابتدي اعمل. بصي المهم بقى، ناس بتعمل المساج بعد، انا بحب اعمل المساج بعده قبل وبعد. فلما اعمل قبل ببتدي احفز الدوره الدمويه في المكان ده، فبقديها ان بتستقبل مني حاجه. ارش 9 مرات هنا هنا هنا، ابتدي اخطط راسي وابتدي ارش 9 بخات كده تمام، واعمل مساج مره تانية وخلاص، واسيب مثلا شعري نص ساعه قبل ما ابتدي اغطيه او قبل ما اعمل حراره او قبل ما المه او اي حاجه، اسيبه يتنفس. تمام. دوت بالنسبه للصبح. بالليل برضو قبل ما انام اقوم شايله التوكه وابتدي اعمل مساج برضو القبل، وارش 9 بخات، وبعد كده اعمل مساج تاني، وبعد كده الم شعري. في الفتره دي بقى اغسل شعري بقى يعني مرتين في الاسبوع مثلا؟ شعري بغسله مرتين في الاسبوع. تمام. اول حاجه زي ما قلت لك كل المكونات سريعه الامتصاص، فدوت مش هيخلي تراكم دهون على الشعر، مش هيخلي ان الشعر ملزق، مش هيخلي ان الشعر تحس ماسك في بعضه. طب انا بنزل البحر بقى، انت عارفه كلنا صيف بقى فظيع بقى، اعمله قبل البحر عادي والشمس وكده ولا في مشكله؟ قبل بقى البحر ناخد حاجه خطيره قوي. السيروم هيعمل لي عازل بين الشمس او اشعه الشمس الضاره، ما يحصليش اي تسمم ضوئي للشعر، شعر ما يتكسرش، شعر ما يتقصفش، وفي نفس الوقت هيفضل محافظ على ترطيبه. الله عليكي. سلام. ناس كتير بقى وريحته حلوه، انت قلتي لي ان عندنا بقى، ما هو احنا قلنا في زيت الورد، في زيت اللافندر، في زيت الارجان، زيت جوز الهند. احنا نجربه بقى، نجربه بس نرد على داليا. معانا داليا. الو. الو، ازيك يا داليا؟ الحمد لله. اخبارك انت؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ انا الحمد لله بخير، اخباركم ايه؟ كله حلو. قولي لي حبيبتي، جربتي الكورس اللي معانا؟ انت سبقني قلت لنا ان انت جربتيه. انا جربته. جربته وخدته تاني كمان، يعني انا جربته مره والثانيه والثالثه كمان. تمام. جربتوش مره واحده. النتيجه ايه بقى يا داليا؟ بصي انا كان شعري ضعيف وبيقع من اقل حاجه، من اقل حاجه حرفيا. تمام. بعدين كان بيقع بطوله في البانيو، انا يعني بطوله حرفيا. فقعدت حبه، اول ما استخدمت الكورس اول 15 يوم بالظبط
بدات احس ان هو بس بينزل عادي الشعر الطبيعي اللي هو في النص وانت ماسك نفسه شويه ما بقاش بيقع قوي صح كده؟ ما بقاش بيقع خالص بعد خالص. 15 يوم حرفيا. هايل هايل. انت بقالك قد ايه كده مستخدمه الكورس؟ بقالي كده مثلا سكت 3 شهور ونص. ما شاء الله 3 شهور حلو. انت مكمله عليه بقى صح؟ انا لا انا خلاص هخليه لايف ستايل بتاعي اللي هو خلاص ده هو ده الكورس اللي انا هستمر بيه طول حياتي. طب عايزين بقى صور قبل وبعد عشان خاطر هنطلع لك هدايا من سلة. خلاص ماشي ماما. في هدايا معانا اهو يا داليا. اوكي ميرسي حبيبتي. ميرسي ميرسي على ايه على ايه شكرا. ميرسي النهارده يا نورين مش بس بنتكلم عن عنايه بالشعر، النهارده احنا مسمين الكورس دوت كورس اقتصادي. انت تاخدي 7 قطع وكمان هو كورس يعني انبات واطاله. 7 قطع يعني بنوضح الاول عرض بتاعنا، هناخد المجموعه اللي معانا الشامبو والبلسم والسيرم واللوشن التساقط، هناخد 4 قطع دول هيبتدي ناخد المالتي فايتال. هناخد عليهم هديه 3 الشامبو والبلسم وكمان المالتي فايتال والمالتي فيتامينز. يبقى كده عندي 7 قطع بسعر اقتصادي هيقضوها من شهرين لثلاث شهور. هايل هايل. يعني احنا النهارده بنتكلم في 15 سنتي شعرها هيطول في الثلاث شهور. توصيل بالتوصيل مجانا. أيوة. فريق مختص اي مشاكل الشعر، طريقه الاستخدام، العنايه طول الوقت بنبتدي نتابع معاها. خطير. اثبتان اخصائيه العنايه بالشعر والبشره في مصر والشرق الاوسط، نورتيني حبيبه قلبي. واتمنى يا جماعه ان انتوا ان الكورس ده تجربوه، جربوه كلكم، ابعتوا لي على صفحتي الشخصيه وابعتوا لنا على صفحه البرنامج قولوا لنا النتائج ايه، حابين قوي قوي قوي. وبكده تبقى انتهت حلقتنا معاكم النهارده. اشوفكم في حلقه جديده واقول لكم باي باي.